تعود الى محمد اسماعيل بلا تبديلات، ما بدل الاخويه، والكره الان خطيره التسديده، جول الاخويه، الاخويه يتقدم الان ويسجل، وبالتالي الاخويه يتقدم بهدف نظيف، هدف جميل ملعوب في مرتدة من المرتدات الملعوبة صح من محمد اسماعيل للأمام إلى المساكني يسكنها في شباك الحارس عبد الله صديري، يأتي الهدف الأول في المباراة، وهذا حقيقة.